اشوف اشوف ليش العربانة الثانية. يا ربي شنو ليش العربانة الثانية؟ يعني يا ربي اغراضي حقي ايش فيك؟ وهالاغراض هذه ما تقولين لي اللي شاريتها انا حق الجيران؟ بدريه اغراضكم انتم بصوب وانا اغراضي اللي احتاجها بصوب. واي واي ليش ما تقولي ليش بسوي فيهم؟ ايش بالصخمين؟ يا ربي انت ايش فيك؟ يعني الواحد ما تشهنا واسوي له تشيز كيك التوت الازرق؟ ابي اسوي التوت الازرق. انا اللي بيطلع اني ازرق براسي سبتكم انتم الثلاث. ما تمشي بالجمعيه ما شريتي. ايش بقى ايش ما شريت؟ ما صدق خلصتوا؟ ايه خلصنا بس عاد هذه خلت شيء؟ خيرو عن الكذب. لا تقعدين تتجنبزين على راسي، انا ماني ياهل عندك تقعدين تقصين علي، تحكي وقولي الصج. الدكتور قايل انك انتي ما فيك شيء، يعني ما تشكين من مرض، فهميني شلون عطاك الطبيه؟ ابي اشوفها بعيوني. انا ادري انت كلم كذبتني كلم كذبتني، بس انا مزهبتها لك وعشانك بس. لا لا تمد ايدك لا تخرب الكيس. زين وحدي. لا قلت لك لا يا رب. انت ايش تبي؟ روح العب مع اليهال، روح العب وياهم بالصاله. ايش تبي انت متنحر واقف بالجبال؟ ايش تبي؟ بروح ابدل هدومي. ايش فيك؟ ما ابي. يا رب شنو اللي ما تبي؟ ابي اكل الكيكه. قلت لك الكيك بجيبه لكم بعدين تاكله مع اليهال. لا تعاند. ما ابي ما ابي ابي الكيكه. هذا الظاهر عليه دعله ونزقه، لكن انا علمك ادواك عندي انا اعرف شلون اداويك. تبي تفهم؟ قوم كفخها، قوم رنجفها، اكمعها على وجهها جلت الحياه اللي ما تسعي على وجهها. هذه ما هي بنت، يعني نبدي طيرت عقلي، ابيها تصير بنت مثل هالبنات، هالسنعين، هالادب، لكن هذه شاده القاع وقايله انباع. طال عمرك انا والله ادري هذا بكنبعها، تبينا كنبعها انا كنبعها وحاضر، بس شنو سوت؟ اعطيني المشكله عشان انا اعرف شو اقول لها. الله يسلمك. شنو ما سوت؟ قل لي شنو ما سوت؟ يننت المدرسات، يننت مدرستها، انا اعتقد انه بيفصلونها. نعم طال عمرك انت شنو؟ لحظه شو؟ انت منو سوف فيك كذي؟ خيريه شققت وجهي. شوف العمر طويل، شق وجهي يا خيري. لا والله صدق وناسه كرتون. باباي. روح شوفها بالتلفزيون ولا بدل تقوم تكمعها تطارقها تطارق تقعد تضحك مسانس. همك ما حط عمرك شققت وجهها بالغلط. عفي امون حبيبتي اعطيني الزبده بالثلاجه، ايدي كلها طحين ما ابي الغوط الثلاجه. يسلم عمرك يلا بسرعه زتك. هو من حاكي انا؟ حاكي الطوفه؟ ايش فيك؟ ايش تبين؟ شنو اللي شبي؟ ابي الزبده بالثلاجه، قاعده اقول لك جيبي لي الزبده بالثلاجه. والله ليكون اشتغل عندك. يا ربي انت شلون تفكرين؟ هني في راسك شنو؟ مخ ولا قوطي؟ لا عاد نحترم نفسنا وما نغلط. امنو تدريني يا لعاد انا ما عندي الخرابيط والحكي الفاضي. احترمي نفسك طالما انك انت قاعده في مطبخي. ولا انا خدامه عندكم انا اسوي لكم الكيك. بتحترمين نفسك ولا شلون؟